السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو نعملو تصحيح ديال 3 التمارين في درس الأعداد العقدية ديال الامتحانات الوطنية الموحدة لبكالوريا شعبة العلوم التجريبية. نخدمو التمرين ديال الأعداد العقدية للدورة الاستدراكية 2009 والدورة العادية 2010 والدورة الاستدراكية 2010. ثلاثة ديال التمارين عليهم 3 ديال النقاط. بالنسبة للتمرين الأول اللي هو الدورة الاستدراكية 2009 ثلاثة نقاط. السؤال الأول وهو حل المعادلة في سي الآتي: زد مربع ناقص زد زد 25 كيساوي صفر. إذا نحسب الدلتا المميز ديال المعادلة: بي مربع ناقص 4 سي ناقص 6 مربع ناقص 4 في 1 25. إذا نحصل على 36 ناقص 100، إذا ناقص 64 اللي هو كيميائي مربع. وفي الحالة كنسمجو أن الجذور المربعة للدلتا في سي هي الأعداد دي واحد اللي كيساوي 8 اي والمقابل ديالو اللي هو دي ناقص 100. بما أن الدلتا غير منعدم، إذا فإن المعادلة تقبل حلين عقديين: زد واحد تساوي ناقص ب زائد دي واحد على 2 اي، يعني 6 زائد 8 اي على 2، نعملو ب 2 في 3 زائد 4 اي، نختزلو ب 2 نحصل على 3 زائد 4 اي. زائد 2 تساوي ناقص ب ناقص دي واحد على 2 اي، إذا 6 ناقص 8 اي على 2، نعملو ب 2 نختزلو ب 2 نحصل على 3 ناقص 4. إذا في هذه الحالة مجموعة حلول المعادلة هي المجموعة المكونة من العددين 3 زائد 4 3 ناقص 4. سؤال ثاني: نعتبر في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامل ممنظم مباشر أو إي في نقط أ بي سي دي التي ألحقها على التوالي أ صغيرة دي صغيرة سي صغيرة دي صغيرة. لأن عندنا 4 ديال النقط أ لحقها أ صغيرة كيساوي 3 زائد 4 اي، بي لحقها بي صغيرة كيساوي 3 ناقص 4 اي، و سي النقطة لحقها 2 زائد 3 اي، و دي لحقها دي صغيرة كيساوي 5 زائد. السؤال أليف نحسبو الكسر دي ناقص سي على أ ناقص سي، ثم نستنتجو أن النقط أ سي دي نقط مستقيمية. هنا عندنا سؤالين، نحسبو أولا دي ناقص سي على أ ناقص سي، إذا نعوضو دي القيمة ديالها اللي هي 5 زائد 6 إي، وسي كذلك بجوج زائد 3 اي، ونفس بالنسبة للمقام نعوض أ 3 زائد 4 اي، مرة أخرى سي يساوي جوج زائد 3 اي. إذا نزول الأقواس في البسطو في المقام نحصل على 5 زائد 6 اي ناقص جوج ناقص 3 اي على 3 زائد 4 اي ناقص جوج ناقص 3 اي. 5 ناقص جوج كيعطينا 3، 6 اي ناقص 3 اي كيعطينا 3 اي، 3 ناقص 2 1 4 اي ناقص 3 كيعطينا اي. هنا ممكن نعمل البسط ب 3 ونختزلو 1 زائد اي نحصل على 3. سؤال اخر: استنتجوا بان النقط ا سي دي مستقيمه. هنا عندنا واحد الخاصيه اللي غنقولو من خلالها على ان دي ناقص سي على ا ناقص سي اللي هو زد دي ناقص زد سي على زد ا ناقص زد سي كيساوي لنا 3 اللي هو عدد حقيقي. هنا كنستنتجو بأن النقط تا
الثلاثة اللي عندنا هنايا اللي هما أ سي و دي نقاط مستقيمة. السؤال ب بين أن بي اللي هو 3 زائد 8 هو لاحق النقطة بي صورة أ بالتحاكي أش الذي مركزه بي ونسبته 3 على 2. إذا عندنا أش تحاكي مركزه أوميغا كيساوي أ ونسبته ك كيساوي 3 على 2 مركزه ب ونسبته 3 على 2. بين أن بي اللي هو 3 زائد 8 اي هو لاحق النقطة بي صورة نقطة أ. هنا ممكن نعملو جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى نبحثو على الصيغة التحليلية ديال التحاكي، والطريقة الثانية نبين مباشرة على أن لاحق ديال النقطة بي اللي كيساوي 3 زائد 8 اي باستعمال التعريف. حنا بالنسبة لنا التعريف كيقول على أن إذا كانت الصورة ديال أ هي بي، فإن العلاقة اللي كاين بين أ و بي والمركز والنسبة ديال التحاكي وهو أوميغا بي كيساوي كا أوميغا. أوميغا بالنسبة لنا هي النقطة بي، إذن بي بي كيساوي كا بي. وبما أن كنخدمو الأعداد العقادية، إذن هنا نستعملو الألحاق. نقول بأن اللحاق ديال بي بي يساوي ك في اللحاق ديال بي. وفي الحالة اللحاق ديال بي بي وهو اللحاق ديال بي ناقص اللحاق ديال بي كيساوي ك اللحاق ديال أ ناقص اللحاق ديال بي. إذن هنايا كنعوضو اللحاق ديال النقطة بي بي صغيرة واللحاق ديال بي بي صغيرة. هنا نعاودو اللحاق ديال أ صغيرة وهنا اللحاق ديال بي بي صغيرة. إذا في هاد الحالة نحصل على بي كيساوي ك في أ ناقص بي زائد بي تعلي جوج أ ثلاثة زائد ربع إي بي ثلاثة ناقص ربع إي. إذا هنا كنزيدو المقابل ديالو، إذا ناقص ثلاثة زائد ربع إي زائد بي مرة أخرى ثلاثة ناقص ربع إي. نحصل على بي كيساوي 3 ناقص 3 كيتختزلو 4 اي زائد 4 اي 8 اي كنضربو في 3 علاش كنختزلو ب 2 كيعطينا 12 زائد 3 ناقص 4 اي بي كيساوي 3 زائد 8 اي. سؤال جيم اكتب على الشكل المتلاتي العدد العقدي د ناقص بي على ا ناقص بي ثم استنتج ان بي على بقية الزاوية بي ا بي دي وان بي ا كيساوي جوج بي. اذا هنا اولا نحسبو د ناقص بي على ا ناقص بي، نعوضو د بالتعبير ديالها اللي هو 5 زائد 6 اي ناقص بي اللي هو 3 زائد 8 اي. نعوضو أ 3 زائد 4 إي ناقص 3 زائد 8 إي. نزولو هاد الأقواس نحصل على 5 زائد 6 إي ناقص 3 ناقص 8 إي الكل على 3 زائد 4 إي ناقص 3 ناقص 8 إي. إذن د ناقص بي على أ ناقص بي يساوي، إذا في البسط نحصل على 5 ناقص 3 اللي هو 2، 6 إي ناقص 8 إي هو ناقص 2 إي، على 3 ناقص 3 كيتختزلو، 4 إي مع ناقص 8 إي كيعطينا
ناقص 40. ده ممكن نعمل هنا بناقص جوج ونستزلو نحصل على ناقص واحد زائد اي على اثنان اي، نضربه من بعد البسط المقام في ناقص اي اذا نحصل على ناقص واحد في ناقص اي كيعطينا اي، هنا اي في ناقص اي كيعطينا واحد، و اي في ناقص اي كيعطينا واحد، اذا الكل على واحد على جوج. اذا هاد الكتابه كيعني الشكل الجبري، و بغينا الشكل المثلثي ممكن نكتبو هاد العدد عقادي على شكل جداء ديال واحد على جوج، واحد زايد. وهنا نحاولو ما امكن نبحثو على الشكل المثلثي واحد على جوج اللي هو عدد حقيقي موجب، اذا المعيار واحد على جوج عنده هو صفر. وبالنسبة لواحد زائد اي هذا نوجدو عدة مرات، المعيار هو جوج، هو جذر جوج، والعمدة وهو بيس بي على لارب. إذن يمكن تعويض واحد زائد اي بجذر جوج فصيلة كلارب. أنا نستعمل الخاصية ديال الجداء عددين مكتوبين على الشكل المثلثي، كنضربو المعيار في المعيار، هادي واحد على جوج بجذر جوج، والعمدات كنزيدوهم مع بعض، ونحصل أخيرا على جذر جوج على جوج، والعمدة كلارب. وهذا هي ما يسمى الشكل المثلثي واحد زائد اي. هنا في هذه الحالة بحال استعملنا الخاصية ديال الشكل المثلثي ديال جداء عددين مكتوبين على الشكل المثلثي. إذا واحد على جوج عدد حقيقي موجب بشكل مترتب ديال واحد على جوج صفر، وبالنسبة لواحد زائد اي المعيار جذر جوج، العمدة كلارب. كنضربو المعيار في المعيار، والعمدات كنزيدوهم مع بعض. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، نستنتجو قياس الزاوية. إذا نستغلو هاد الكسر مرتين، نكتبو على أن المعيار ديال دي ناقص بي على أ ناقص بي كيساوي جذر جوج على جوج، وفي هاد الحالة نحصل على معيار دي ناقص بي على المعيار ديال أ ناقص بي كيساوي جذر جوج على جوج، يعني المعيار ديال دي ناقص بي كيساوي المعيار ديال أ ناقص بي في جذر جوج على جوج، وهذا كيعطينا المسافة بي في دي، وهذا المسافة بي أ. ممكن نكتبو بي أ بدلالة بي دي بحال اللي عندنا في السؤال، إذا نحصل على جوج على جذر جوج بي دي. وفي هذه الحالة ممكن نضربو البسط المقام بجذر جوج ونختزلو بجذر جوج، نحصل على جذر جوج بي دي. نستغلو العمدة، إذا نكتبو على أن الأرغيمون ديال دي ناقص بي على أ ناقص بي يوافق بي على 4 بترديد جوج بي. وبالنسبة لهاد الأرغيمون وهو قياس الزاوية، كنشوفو ديما النقطة اللي هي معاودة بي، وكنبداو من المقام، إذا أ ناقص بي وهو اللحاق ديال المتجهة بي أ، ودي ناقص بي هو اللحاق ديال المتجهة بي دي. إذا بالنسبة لنا هاد الأرغيمون هو قياس الزاوية المواجهة بي أ بي دي. هنا نكونو هنا التمرين الأول. التمرين الثاني اللي هو الدورة العادية 2010، التمرين كذلك عليه ثلاثة ديال النقط. السؤال الأول وهو حل المعادلة
زيد مربع ناقص 6 زيد زائد 10 كيساوي صفر. اذا نحسبوا المميز ديال المعادله ب مربع ناقص 4 سي يعني ناقص 6 مربع ناقص 4 في 1 في 10 اذا 36 ناقص 40 ناقص 4 اللي هو 2 اي مربع. اذا في هذه الحاله كنستنتجوا على ان الجذور المربعه للدلتا في سي هي الاعداد دي واحد كيساوي 2 اي ودي 2 كيساوي ناقص 2 اي. اذا مره اخرى نقول بان لدينا الدلتا غير منعدم. اذا المعادله تقبل حلين عقديين مترافقين زيد واحد كيساوي ناقص بي زيد دي واحد على جوج ا يعني 6 زائد جوج اي على جوج كنعملو بي 2 3 زائد اي على 2 كنختزلو بي 2 نحصل على 3 زائد اي. والعدد العقدي الثاني زائد 2 اللي هو ناقص بي ناقص دي واحد على 2 ا يعني 6 ناقص جوج اي على 2 كنعملو بي 2 3 ناقص اي على 2 كنختزلو بي 2 نحصل على 3 ناقص اي. اذا في هذه الحاله مجموعه حلول المعادله هي المجموعه المكونه بعددين عقديين 3 زائد اي و 3 ناقص. نمر الى السؤال الثاني. نعتبر في المستوى المنسوب الى معلم متعامل ممنضى مباشر واحد وجوج نقط ا بي سي التي الحقها على التوالي ا صغيره بي صغيره سي صغيره. لان على ثلاثة النقاط نقطة أ لحقها أ صغيرة كتساوي ثلاثة ناقص إي، بي لحقها بي صغيرة كيساوي ثلاثة زائد إي، و سي لحقها سي صغيرة كيساوي سبعة ناقص ثلاثة. ليكن زيد لحق النقطة إن من المستوى و زيد فتحة لحق النقطة إن فتحة صورة إن بالدوران إر الذي مركزه أ وزاويته بي على جوج. إذا أ كيحولنا النقطة M إلى النقطة M فتحة، و عندنا R دوران مركزه النقطة أوميغا اللي هي A وزاويته تيتا كيساوي بي على جوج. المطلوب السؤال الآلي نبحثو على الصيغة المثلثية ديال الدوران. إذن R ديال M هو M فتحة، هذاك يعني على أن Z فتحة كيساوي إكسبونسيال إي تيتا في مدى Z ناقص أوميغا اللي هو بالنسبة لنا أ صغيرة زائد أوميغا اللي هو أ مرة أخرى. إذن نعوضو تيتا ببيس على جوج ونعوضو أ 3 ناقص إي إذا نحصل هنا ناقص 3 زائد إي زائد 3 ناقص إي. إكسبونسيال إي بي على جوج كيعطينا كوسينوس ديال بي على جوج زائد إي سينوس ديال بي على جوج في زائد ناقص 3 زائد إي زائد 3 ناقص إي. الكوسينوس ديال بي على جوج صفر والسينوس ديال بي على جوج واحد إذا هذا كيساوي لنا إي زائد ناقص 3 زائد اي زائد 3 ناقص اي. اذا كننشرو هاد الجداء اذا اي في زائد كيعطينا اي زائد اي في ناقص 3 كيعطينا ناقص 3 اي اي في اي كيعطينا اي مربع ناقص 1 زائد 3 ناقص اي. اخيرا كنوجدو التعبير العقدي ديال الدوران. اذا كيعطينا علاقه بين كل نقطه اللحق ديال كل نقطه والصوره ديالها. إذن إي زائد ناقص واحد زائد اثنان كيعطينا زائد ثلاثة كيعطينا اثنان ناقص ثلاثة إي ناقص إي كيعطينا ناقص أربعة.
السؤال باء، تحقق من ان لحق النقطة سي كبيرة فتحة، صورة النقطة سي كبيرة بالدوران ار هو سي صغيرة فتحة كيساوي 5 زائد 3 اي. إذن بما ان صورة ديال سي هي سي فتحة، فإن العلاقة اللي كاينة بين الحاق ديال سي و سي فتحة من خلال التعبير العقدي ديال الدوران، وهو أن سي فتحة يعني نعوضوها في المكان ديال زيد فتحة كتساوي إي في سي، كنعوضو زيد باللحاق ديال النقطة سي زائد جوج ناقص أربعة. إذا نعوضو سي بالتعبير ديالها اللي هو سبعة ناقص ثلاثة إي زائد جوج ناقص أربعة. إذا سي فتحة غيساوي سبعة إي، نشرو سبعة إي، إي في ناقص إي كيعطينا واحد زائد ثلاثة زائد جوج ناقص أربعة. أخيرا سي فتحة غيساوي ثلاثة زائد جوج هو خمسة، وسبعة إي ناقص أربعة إي كيعطينا ثلاثة إي. سؤال جيم، هنا كاين ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هو نبينو سي فتحة ناقص بي على سي ناقص بي كيساوي واحد على جوج إي. السؤال الثاني استنتجوا أن المثلث بي سي سي فتحة قائم بالزاوية في بي. والسؤال الثالث هو نبينو ضلع بي سي كيساوي جوج بي سي فتحة. إذا بالنسبة للسؤال الأول نحاول نحسبو هذا الكسر ونبين بأنه كيساوي واحد على جوج إي. إذا نعوضو سي فتحة بالتعبير خمسة زائد ثلاثة إي، وبي نعوضو ثلاثة زائد إي، إذا ناقص بي يولي ناقص ثلاثة ناقص إي، على سي نعوضو سبعة ناقص ثلاثة إي، ومرة أخرى بي نعوضو ب ثلاثة زائد إي، إذا ناقص ثلاثة ناقص إي. خمسة ناقص ثلاثة كيعطينا اثنان، ثلاثة إي ناقص إي كيعطينا اثنان إي، هنا سبعة ناقص ثلاثة كيعطينا أربعة، ناقص أربعة إي ناقص إي كيعطينا ناقص أربعة. ممكن نعملو بإثنان واختزلو، نحصل على واحد زائد إي، على جوج ناقص جوج، نضربو البسط المقام في المرافق ديال المقام اللي هو جوج زائد جوج إي. نشرو البسط، واحد في جوج إي جوج، واحد في جوج إي جوج إي، إي في جوج هي جوج إي، و إي في جوج إي كيعطينا ناقص جوج. هنا الضرب ديال عدد عقدي في مرافق ديالو كيعطينا جوج حقيقي مربع زائد جوج تخيلي مربع، إما نعملو جوج هنا ولا ناقص جوج بحال بحال. نحصل على جوج مع ناقص جوج كيتختزلو، جوج إي مع جوج إي هي أربعة إي على تمنية. إذا ربع إي على تمنية كيعطينا واحد على جوج إي، تزوروها. غنعطينا على واحد التذكير اللي كنا عملنا في التمارين رقم واحد، وهو الشكل المثلثي ديال عدد تخيلي صفر اللي قلنا في جوج الحالات، بحسب أ إذا كان أ موجب قطعا الشكل المثلثي ديالو هو أ في على جوج، إذا كان سالب ناقص أ ناقص بي على جوج. إذا في هذه الحالة أ بالنسبة لنا واحد على جوج، إذا ممكن نستنتجو على أن الشكل المثلثي ديال سي بغيم ناقص ب على سي ناقص ب كيساوي المعيار واحد على جوج، والعمدة وهو بي على جوج. ومن خلال هذا الشكل المثلثي ممكن نستغلو هذا الشكل المثلثي أولا باستعمال المعيار ديال سي فتحة ناقص ب على سي ناقص ب اللي كيساوي لنا واحد على جوج. في الحالة نستعمل خاصية ديال المعيار ديال كسر عدد العقدين كيساوي المعيار ديال البسط على المعيار ديال المقام. وفي الحالة
نحاول ما يمكن المعيار ديال سي ناقص بين. هذه كتعطينا إذن جدا الطرفين كيساوي جدا الوسطين، يعني جوج في سي بريم ناقص بي كيساوي سي ناقص بي. التأويل الهندسي ديال المعيار ديال الفرق عادين عقاديين كيعطينا المسافة بي سي فتحة، وهذا كيعطينا المسافة بي سي. إذن جوج بي سي فتحة كيساوي المسافة بي سي. هذه العلاقة اللي مطلوبة في التمرين. كذلك غنستغلو مرة أخرى العمدة، نكتبو على أن العمدة ديال سي فتحة ناقص بي على سي ناقص بي يتوافق مع بي على جوج ميتر ديال جوج. العدد العقدي اللي معاود هنا في الكسر هو بي، إذا سي ناقص بي هو لحق المتجهة بي سي، إذا كنعمل هنا بي سي، و سي فتحة ناقص بي هو لحق ديال المتجهة بي سي فتحة. إذا بالنسبة لنا هاد العمدة هو قيس الزاوية بي سي بي سي فتحة كيساوي يوافق بي على جوج بترديد جوج بي. هذا كيعني على أن الزاوية الهندسية اللي هي بي، يعني سي بي سي فتحة كيساوي 90 درجة ومن المثلث سي بي سي فتحة قائم الزاوية في بي. التمرين الثالث اللي هو الدورة الاستدرافية 2010، التمرين كذلك هي 3 نقط. مرة أخرى عندنا السؤال الأول حل المعادلة، إذا السؤال الأول وهو حل المعادلة في سي زد مربع ناقص 8 جذر 3 في زد زائد 64 كيساوي 0. المميز للمعادلة دلتا بي مربع ناقص 4 سي كيساوي ناقص 8 جذر 3 مربع ناقص 4 في 1 في 64. هذا كيعطينا 8 مربع هي 64 جذر 3 مربع 3 ناقص 4 في 64. إذا 3 في 64 ناقص 64 هي ناقص 64، 3 ناقص 4 هي ناقص 1 ناقص 64، إذا ناقص إذا كيساوي لنا 8 إي في كل مربع. إذا دي واحد اللي هو 8 إي و دي جوج اللي هو ناقص 8 إي جذران مربعان للدلتا. الدلتا كيخالف صفر، إذا المعادلة لها حلين تقبل حلين وقيدين مترافقين، زد واحد كيساوي ناقص بي زائد دي واحد على اثنان أ، يعني 8 جذر 3 زائد 8 إي على اثنان في أين اثنان، نعملو غير اثنان فقط ونستزلو ونحصل على 4 جذر 3 زائد 4. جذر الحل الثاني اللي هو ناقص بي ناقص دي واحد على اثنان إي، يعني 8 جذر 3 ناقص 8 إي على اثنان، مرة أخرى نعملو بإثنان ونستزلو بإثنان نحصل على 4 جذر 3 ناقص 4. إذا في هذه الحالة مجموعة حلول المعادلة وهي الأعداد 4 جذر 3 زائد 4 إي و 4 جذر 3 ناقص 4.
سؤال ثاني، نعتبر في المستوى العقدي المنسوب إلى معلى متعامد ومنظم مباشر أو يفين نقط A B C التي ألحقها للتوالي A B C. إذا النقطة A لحقها A صغيرة كيساوي نتيجة، B لحقها B صغيرة كيساوي 4 جدا 3 ناقص 4، و C لحقها C صغيرة كيساوي 2 في 4 جدا 3 زائد 4. ليكون زيد لحق النقطة M من المستوى وزيد فتحة لحق النقطة M فتحة صورة النقطة M بالدوران L الذي مركزه O زاويته 4 بي على 3. إذا هنا عندنا دوران R يحول النقطة M لحقها زيد إلى النقطة M فتحة لحقها زيد فتحة. R دوران مركزه أوميجا هي النقطة O وزاويته تتا تساوي 4 بي على 3. السؤال الأول وهو نبحثوا على الصيغة العقدية ديال الدوران. إذا بما أن R ديال N هي N فتحة، في الحالة زد فتحة هيساوي إكسبونسيال إي تيتا زد ناقص أوميغا. أوميغا بالنسبة لنا هو اللحاق ديال O اللي هو صفر، زائد الثاني اللحاق ديال ديال O اللي هو صفر. زد هيساوي إكسبونسيال إي 4 بي على 3 زد. نمشيو هنايا للدائرة ونرسمو 4 بي على 3. هنا عندنا بي على 3 اللي هو 90 درجة، وهنا عندنا بي ناقص بي على 3 إذا جوج بي على 3. هنا عندنا المماثل ديال هاد الأفصول بالنسبة للأو، كان بي زائد بي على 3 اللي هي 4 بي على 3. بالنسبة لبي على 3 كوسينوس واحد على جوج، والسينوس هو جذر 3 على جوج. إذا بالنسبة لهادو غيكون الكوسينوس هو المقابل ديال واحد على جوج ناقص واحد على جوج، والسينوس غيكون ناقص جذر 3 على جوج. إذا في هاد الحالة زد فتحة غيساوي لنا الكوسينوس ديال 4 بي على 3 زائد إي سينوس ديال 4 بي على 3 ضرب بزد. إذا أخيرا قلنا بأن كوسينوس بي على 3 يساوي ناقص 1 على 2، والسينوس يساوي ناقص 3 على 2، إذا نحصل على ناقص 3 على 2 في إي الكل في زد. السؤال تحقق من أن النقطة B هي الصورة ديال النقطة A بالدوران. إذا بالنسبة لنا إذا كانت الصورة ديال A هي B، في الحالة خصنا نوجدو العلاقة اللي كاين بين الحق ديال النقطة A والنقطة B، هي على حسب هاد الصيغة العقدية ديال الدوران. إذا نعوضو زيد فتحة باللحاق ديال النقطة B اللي هي B صغيرة، يساوي لنا ناقص 1 على 2 ناقص اي جذر 3 على 2 في اللحاق ديال النقطة A اللي هي أصغر. إذا خصنا تحققنا هذه العلاقة، إذا نحاولوا نحسبوا الجداء اللي كاين من الجهة اليمين، هو ناقص 1 على 2 ناقص اي جذر 3 على 2 في A يساوي ناقص 1 على 2 ناقص اي جذر 3 على 2 A، نعوضوا بالتعبير ديالو اللي هو 8 اي ناقص 1 على 2 8 اي كيعطينا ناقص 8 اي على 2، نختزلو 2 كنحصل على ناقص 4 اي. وهنا عاوتاني مرة أخرى نختزلو ب 2 و اي في ناقص اي كيعطينا 1، إذا نحصل على 4 جذر 3. ربما كتعدو هاد العدد هذا هو بالضبط اللحاق ديال النقطة بي اللي هو بي صغير. إذا في هاد الحالة نستنتج بأن الصورة ديالها هي النقطة بي. جيم هنا كاين جوج الأسئلة. السؤال الأول وهو نبين بأن أ ناقص ب على سي ناقص ب كيساوي 1 على 2 زائد إي جذر 3 على 2، ومن بعد نكتبو الشكل المثلثي ديالي. إذا نحسبو أ ناقص ب على سي ناقص ب، نعوضو أ ب 8 إي، نعوضو ب جذر 3 ناقص 4 إي، إذا كيولي هنايا 4 إي،
ونفس الشيء بالنسبة للمقام نعوضو سي بديك العدد نشرو مباشرة كيعطينا 8 جذر 3 زائد 8 ناقص ب اللي هو إذا ناقص 4 جذر 3 زائد 4 إذا نحصل على ناقص 4 جذر 3 8 زائد 4 كيعطينا 12 نعطيني 8 جذر 3 مع ناقص 4 جذر 3 كيعطينا 4 جذر 3 و 8 مع كيعطينا 12. هنا ممكن نبسطو شوية هاد الكسر هذا نعملو بربعة، إذا ربعة في ناقص جذر 3 زائد 3 إي على ربعة في جذر 3 زائد 3 إي نختزلو ربعة نحصل على ناقص 3 زائد 3 إي على جذر 3 زائد 3 إي. دابا نضربو البسطو المقام في المرافق ديال المقام، إذا نحصل على ناقص جذر 3 زائد 3 إي في جذر 3 ناقص 3 إي على جذر 3 زائد 3 إي في جذر 3 ناقص 3 إي. إذا نشرو هذا البسط نحصل على ناقص 3 في جذر 3 هو ناقص 3 بعد زائد 3 جذر 3 في إي، 3 إي في جذر 3 كيعطينا 3 جذر 3 في إي، و 3 إي في ناقص 3 إي كيعطينا زائد 9. كنضربو العدد العقدي في المرافق ديالو كيعطينا جوج حقيقي مربع زائد جوج تخيلي مربع. إذا نحصل في البسط على ناقص 3 زائد 9 اللي هو 6، و 3 جذر 3 إي زائد 3 جذر 3 إي هو 6 جذر 3 في إي. هنا نحصل على 3 زائد 9 اللي هو 12. هاد الكاس نقسمو على جوج نحصل على 6 على 12 زائد 6 جذر 3 على 12 في إي، نختزلو ب 6 نحصل على 1 على 2 زائد جذر 3 على 2 في إي. سؤال آخر كاين في نفس السؤال وهو نبحثو على الشكل المثلثي لهذا العدد العقدي. طبعا باش نبحثو على الشكل المثلثي أولا نحسبو المعيار ديالو، نعرفو بأن المعيار ديالو غنجبروه كيساوي واحد، لأن الجذر ديال واحد على جوج مربع زائد جذر ثلاثة على جوج مربع، إذا كيعطينا الجذر ديال واحد على ربعة زائد ثلاثة على ربعة اللي هو الجذر ديال ربعة على ربعة، يعني جذر واحد هو واحد. رمي كنوجدو واحد في الحالة بحال لي كنكتبو أ ناقص ب على سي ناقص ب على شكل واحد في نفس العدد، واحد على جوج زائد إي جذر ثلاثة على جوج. هنا خصنا نبحثو على زاوية لي الكوسينوس ديالها واحد على جوج، و سينوس جذر ثلاثة على جوج معروفة لي هو بي على ثلاثة من الزوايا اعتيادي. إذا الشكل المثلثي أ ناقص ب على سي ناقص ب وهو واحد في كوسينوس بي على ثلاثة زائد إي سينوس بي على ثلاثة، المعيار واحد والعمدة بي على ثلاثة. ممكن نكتبوه الحسابة ديال المعقوفات. سؤال أخير بدل استنتج أن المثلث متساوي الأضلاع. مرة أخرى نستغلو المعيار، المعيار ديال هاد العدد العقدي اللي هو وجدناه كيساوي واحد، على هذا كيعني على ان المعيار ديال ا ناقص ب على المعيار ديال سي ناقص ب كيساوي واحد. اذا هذا كيعني على ان المعيار ديال ا ناقص ب كيساوي المعيار ديال سي ناقص ب، وهذا كيعني على ان المسافة ا ب كتساوي المسافة ب سي. غنستغلو العمدة، إذا العمدة ديال أ ناقص ب على سي ناقص ب يوافق بي على ثلاثة بترديد جوج بي، هذا كيعطينا قياس الزاوية بي سي بي. ومنه أن الزاوية بي يعني أ بي سي كتساوي 60 درجة.
إذا شنو وجدنا بالنسبة للمثلث ABC؟ عنده جوج أضلاع متقايسين، إذا فهو متساوي الساقين في بي. وجدنا الزاوية بي كتساوي 60 درجة. دونك إذا كان عندنا مثلث متساوي الساقين والزاوية ديالو بي كتساوي 60، إذا هادو بجوج غيساوينا 120. بما أنهم متقايسين إذا غيكون 60 60، يعني مثلث متساوي الساقين إذا كانت عنده الزاوية كتساوي 60، إذا كيولي متساوي الأضلاع. إذا نستنتج على أن المثلث ABC متساوي الساقين في B، وبما أن الزاوية ABC تساوي 60 درجة فإن ABC مثلث متساوي أدلع.